السلام عليكم أصدقائي فريق بغداد، إن شاء الله راح يكون الموعد مهرجان الجامعة التكنولوجية يوم 28/3 مع تواجد الفريق الاستعراضي تحت مسمى فريق بغداد. الأبطال موجودين اليوم، شلونكم شباب؟ إن شاء الله أريدكم تبيضوا وجهي يوم مهرجان الجامعة التكنولوجية. طبعا دراجاتهم هاي راح تكون استعراضية، هسه بدكم تواجهون شوي تسوون حركات. يلا يلا شباب، يلا يلا استعجلوا يلا يلا شباب، اللي نجي على ابو الاتراس اول شيء، ابو الاتراس على اليمين انا ابو الاتراس. اوكي ما شاء الله، شوف الحركات مالته حلو، عاشتي لك. اوكي الشباب كابتن هنا هشام، حلو بطل. هشام عاشتي لك، حلو استمر كابتن استمر. حلو 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 حلو، نورين الشباب، ان شاء الله راح نكون وياكم. مهرجان الجامعة التكنولوجية انتظرونا يوم 28/2 يوم 2 القادم، تحياتنا للقاء.